يا صباح الخير والامل والسعاده، صباح يوم جديد وجمعه مباركه جديده يا رب علينا باذن الله. بصبح على حضراتكم وكمان بصبح على طارق. صباح الفل. صباح الفل نجلاء وصباح الخير على حضراتكم، يوم سعيد علينا وعليكم يا رب ان شاء الله باذن الله. النهارده عندنا فقرتين. صحيح. دايما بنقول ان لازم ان احنا في الفترة الحالية كلنا كمجتمع مصري نكون بنسير في اتجاه واحد، كل واحد فينا يؤدي الدور اللي عليه. القرارات اللي بيتم اتخاذها، القوى السياسية اللي بتتم في مسار معين تجاه التنمية، دي اساسيات ممكن تكون معروفة بالنسبة لأي انسان ان دي قرارات بيتم اتخاذها بناء على اهداف معينة. لكن دايما بنحاول ان احنا كمان نوجه الطاقه للقوى الناعمه، القوى الناعمه الخاصه بالفن بجميع الاشكال المختلفه الخاصه به، سواء كان دراما، سواء كان فن تشكيلي، سواء كانت اغنيات ممكن يكون ليها دور مؤثر كبير في المجتمع. النهارده بنتكلم عن احدى هذه القوى الناعمه، وتحديدا بنتكلم عن الفن التشكيلي. بالتأكيد كمان هيكون مشرفنا في هذه الفقرة الفنان التشكيلي الأستاذ أحمد نوار، وهنتكلم على تاريخه، وهنتكلم على ماذا يقدم هذا الفن، وليه احنا يمكن شوية مش مهتمين بهذا النوع من الفنون، ليه معجبين وليه المهتمين به، لكن عايزين ننشر زي ما قالت نجلاء انه ممكن لوحة واحدة او كتاب واحد او قصة واحدة او فيلم واحد يعبر عنك ويقدر يوصل صوتك لكل أنحاء العالم، وده كانت بتعمله مصر يعني على طول القرون السابقة، وانتشرت اللغة المصرية من خلال أفلامنا ومسلسلاتنا والدراما المصرية، وكان المصري هنا له طعم خاص، والناس كانت بتحب قوي مصر وتيجي مصر من اللهجة المصرية اللي نشرتها القوة الناعمة. صحيح. حتى بنفتكر لما بنتكلم عن افريقيا وكنا بنقول ان احنا عندنا مشكله، وكانوا بيروحوا يزوروا اثيوبيا، كان بالنسبه لهم اثنين من الرموز لا يمكن ان هم يغفلوهم، الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، سيده الغناء العربي ام كلثوم. صحيح. الارتباط بيهم والارتباط بكلماتهم، وان هم بالفعل نماذج لا زالت تحيا ما بين الاوطان الى الان، بالتاكيد ليها تاثيرها وليها تواجدها بشكل كبير، وده اللي مطلوب النهارده. النهارده مطلوب كل واحد فينا يؤدي الدور اللي عليه، وده اللي هنعرفه طبعا من خلال قيمه وقامه في الفن التشكيلي الفنان الكبير الاستاذ احمد نوار. صحيح. نتكلم كمان بقى عن موضوع تاني. عندنا مبادره النهارده، وبنمشي كده من سكان القاهره بيشوف بوست كده كبير او يفط او لوحات متعلقه على العمدان تتكلم على خليك زي ادم، مبادره مهمه جدا. هذه المبادره اطلقتها محافظه القاهره، تتحدث هذه المبادره عن كل شيء ممكن نعمله ويبقى كويس، ما ترميش حاجه على الارض وخليك زي ادم. هنعرف مين ادم ومين قصته، هنتكلم كمان على هذه المبادره المهمه جدا. انت لما بترمي في الشارع اكيد انت مش ممكن تكون بترمي في بيتك الورق على الارض، او انك انت بتحط حاجه ملهاش اي لازمه او قيمه في بيتك. الشارع ده البيت بتاعنا كلنا، ده المكان، ده المظهر الحضاري اللي بيشوفونا من خلاله العالم. عندنا سياحه، عندنا ناس بتيجي، عندنا سفارات، عندنا حاجات كتير جدا ممكن توصل رسائل مهمه قوي بره للعالم. ما ترميش حاجه على الارض. هذه المبادره اللي هيكون ضيفنا فيها ومؤسس المبادره الاستاذ احمد معروف، وهنتكلم كتير عن هذه المبادره. صحيح. لان يعني اذا كان بيتم الرمز لادم هذا الطفل الصغير، فمطلوب ان كل الاطفال يكون عندهم المفهوم ده، لان ده بيؤثر بشكل كبير في وعيهم وفي ثقافتهم وفي انتمائهم. الانتماء للوطن والانتماء للمكان ده من الاساسيات اللي بنحرص عليها بشكل كبير لمواجهه العديد من اشكال الارهاب الفكري اللي ممكن يتعرض ليه اي انسان، وده بننوه عنه كتير قوي. لابد من وجود الانتماء لدى المواطن بشكل عام والطفل بشكل خاص، لان هو ده من شب على شيء شاب عليه. فاعتقد لما نغرس في نفوس اطفالنا من الصغر هذه الايجابيات وهذا الانتماء هيكون ليه تاثيره عليهم في الكبد لمواجهه اي شكل من اشكال محاوله الارهاب الفكري اللي بنعاني منه بشكل كبير في الفتره الحاليه، وان شاء الله نقدر ان احنا دايما نتغلب عليه.
زي كل يوم جمعة دايما بنقول ان في ساعة استجابة، ربنا يستجيب لدعواتنا جميعا. نحاول دايما ان احنا نكون معاكم من خلال فقرة الانشاد الديني، والنهاردة معاكم كمان يعني هنستمتع بعدد من الاغنيات والموشحات الدينية من خلال فقرة الانشاد الديني. دي فقراتنا اللي هنتقابل فيها مع كل بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم بإذن الله، وفقرتنا الأولى في مصر جميلة، خليكم معنا.